أنا من جديد في فير بلاي متواصلين في آخر نص ساعة في حصتنا لليوم. نحكي على اتحاد تطاوين. اليوم تم الإعلان رسميا على التعاقد مع الكوتش محمد علي المعالج لقيادة النادي خلال الموسم القادم. موجود معنا بالتليفون سي محمد علي، نحكي معه على تجربته الجديدة. هذه كوتش، أهلا بك. أهلا بك خويا سلام، ومرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام. شنو أحوالك؟ شنو الأمور؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. دونك مبين كولك التعاقد مع نجم المتلاوي بون على مدة نسمعوا تقريبا كنت تقريب برشا من الاتحاد الطاوين، سامحني ممكن الأسبوع هذا الأخير عش طولت شوية الأمور ولا لا؟ كان اليوم تقريبا تم الإعلان الرسمي. بون طولت، لا ما ممكن حبينا يكون الإعلان الرسمي تواجدي أنا في التطاوين مع ملاقات رئيس النادي والهيئة المديرة هذيك عليه، لكن كان ثم التفاهم، وبصراحة زادة كان ثم الأولوية للفريق نجم المتلوي اللي ممكن قبل أيامات تكلمنا مع بعضنا ما ثم تمش الاتفاق. هوني محمد علي معالج حاول يشوف أنه يعمل نوتر بروجي سبورتيف اللي فيه لي مويان دو ريسيد، دونك تم الاتفاق على فريق اتحاد تطاوين، وان شاء الله التجربه هذه تكون افضل من اللي مرت وتمشي توصل نص بها الاهداف المدروسه ان شاء الله مع الاداره. خلينا نحكي شويه على المتلوي. تقريبا التجربه تعتبر ناجحه باعتبارانكم حققتوا الهدف وهو ضمان البقاء رغم الصعوبات الكبيره اللي في الفريق، علاش ما تواصلتش كوتش؟ والله شوف، اول حاجه الحمد لله فريق نجم المتلوي بقى في المكان نتاعه بتضافر جهود الناس، كل لاعبين اطار فني اداره جماهير، هذايا اللي الهدف واللي اهم حاجه هو الوصول للهدف المنشود مع اداره الفريق. ممكن فما بعض التفاصيل اللي ما تمش الاتفاق عليها، وكانت العلاقة طيبة جدا وإلى حد الآن، وحتى في المستقبل ستبقى العلاقة طيبة جدا. صراحة شفت كان الخير في 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 فريق نجم المتلوي، سواء من هيئة مدير على رأسه سي محمد الديناري والأخيان اللي معاه موجودين الكل، أو من الجماهير أو من اللاعبين. الحمد لله، المهم هو الوصول لهدف المنشود، وإن شاء الله في مرحلة أخرى وفي قادم المواسم نجم ترجع على المقاليد الفنيه لمحمد علي المعارج. نتمنى التوفيق من كل قلبي لفريق نجم المتلاوي، ان شاء الله يتعدى نوتر بالي واللي يكون مرتاح طيله موسم كامل وتحسن الظروف في فريق نجم المتلاوي ان شاء الله. قلت لي فما اختلاف كان بسيط، مالي رياضي شنو بالضبط؟ والله مجانبين، يعني مجانبين مالي ورياضي. فهمت. حبيت على مجموعه من الاسماء ما وافقوش عليهم ولا البيدجي اللي حطوه انتدابات فوالا يظهر لي يظهر لي نعرفوا احنا الظروف في نجم المتلاوي، دونك فما بيجي معين اللي ممكن ينجم يخليك معناتها ما تتعداش البالي اخر ممكن، لكن يظهر لي حسب ما علمته انه الامور مش تتحسن برشا في فريق نجم المتلاوي في قادم الايام، لكن بحكم الوقت الضيق الواحد لازم انا كمحمد علي معالج نحاول نشوف فريق اللي نحاول تكون فيه ظروف النجاح في اقرب وقت ممكن باش نجمو نبداو بدايه موسم على بكري كما يقولوا. تحصلت على مستحقاتك من ريق الامور؟ والله الامور واضحه مع محمد الديناري، بالعكس ما قصرش معانا. هاي باهي. كل شيء مشى على احسن ما يرام، وكما قلت لك اتمنى التوفيق للفريق نجم المتلاوي على راسهم رئيس النادي محمد الديناري. ممتاز جدا. باهي نحكي التطاوين، الاهداف شنو حطيتوها ان شاء الله الموسم القادم؟ ولا أهداف بالنسبة لفريق اتحاد تطاوين هو التمركز أفضل من نهاية الموسم هذا، يعني ما بين المركز الرابعة الخامسة والسادس إن شاء الله، وهذا الهدف المنشود مع إدارة الفريق. بديتوا تخدموا بديت تخدم الخدمة بديت ولا ما زلتوا شوية؟ معناتها مش تدريب بالطبيعة، مازال شوية تدريب تواصلك بعد شوية وقتاش؟ أنا نحكي على الإفكتيف، حددت الملاعبين اللي باش تقعد باش تخرج، الملاعبين باش تجي. أكيد أكيد، فما مجموعة لقيتها موجودة وفما مجموعة لقيتها في الليست دو ديبار. هوني قاعدين بالتشاور مع سي نبيل عكوري سي توفيق القاصر، قاعدين نخدموا على برشا ملفات تاع لاعبين اللي إن شاء الله مش يعطيوا الافاده لفريق اتحاد تطاوين ويعاونونا باش نوصلوا الاهداف المنشوده ان شاء الله. وقتها ريبريز ان شاء الله؟ ريبريز باش تكون بدايه شهر جويليه قدرة ربي. مش مأخر شويه ولا باهي؟
لا واحد جويلية هذاك هو يدور لي 50 يوم من الاعداد البدني فتره اعداد اوني دون لي نورم بالعكس معناتها فتره ممتازه جدا ان شاء الله عندنا الوقت باش نحضروا فريق كما نحبوه احنا في قدره ربي واضح يعطيك الصحه ما نطولش عليك عندك طياره برامو شويه اي ان شاء الله يعطيك الصحه بالتوفيق كوتش ان شاء الله في تجربتك الجديده الموسم القادم مع اتحاد تطاوين تقريبا بعد زوج تجارب في تونس ناجحه بعد تجربه السعوديه الاولى كانت في الاولمبي البيجي والصعود للرابطه الاولى الثانيه في نجم المتلاوي ضمان البقاء ان شاء الله تكون التجربه الثالثه في اتحاد تطاوين انجح وانجح فاصل موسيقى بعد شويه نحكي العاب قوى رياضيه تونسيه تتاهل للاولمبياد طوكيو 2021